لمزيد من التوضيح معنا كمان اتصال تليفوني من الصحفي مؤمن مختار، الصحفي المتخصص بالشأن الروسي في اليوم السابع، هو موجود في روسيا دلوقتي. صباح الخير أستاذ مؤمن. صباح الخير، الأخبار؟ تمام الحمد لله. عايزين حضرتك بقى توصف لنا، حضرتك موجود في روسيا، عايزين حضرتك توصف لنا الأجواء، وحضرتك شفت إيه في من امبارح للنهاردة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومقابلته برئيس روسيا فلاديمير بوتين. هو حاليا احنا دلوقتي امام مجلس الاتحاد الروسي اللي هو بمثابه مجلس الشيوخ، ومنتظرين طبعا وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الرئيس من امبارح التقى رئيس المفوضيه للاتحاد الاقتصادي الاوروبي لتفعيل الشراكه ما بين مصر والاتحاد الاقتصادي الاوروبي. طبعا هيتم توقيع اتفاقيه كبيره جدا لدخول مصر الاتحاد، وطبعا هيفتح طبعا ابواب كبيره اقتصاديه لمصر. احنا دلوقتي منتظرين الرئيس عبد الفتاح السيسي وصوله لمجلس الاتحاد الروسي لإلقاء كلمة داخل المجلس، وطبعا هو هيبقى أول رئيس أجنبي يلقي كلمة داخل المجلس، لم يثبت لها مثيل، لأن المجلس طبعا بيلقي فيه كلمة الرئيس بوتين على طول، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيصبح أول رئيس أجنبي يلقي كلمة داخل المجلس. طيب انا كنت برضو عايزه اسال، هل تتوقع بزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا ان بعودته باذن الله هتعود الرحلات السياحيه بين روسيا ومصر زي ما كانت الاول، ولا هيكون لسه في وقت لحد ما ترجع؟ طبعا احنا متوقعين ان رحلات الشارتر ترجع للمنتجعات شرم الشيخ والغردقه بعد. مظبوط، خصوصا ان الروس بيحبوا جدا شرم الشيخ. طبعا الرحلات رجعت بشكل جزئي في ابريل الماضي بين موسكو والقاهره، طبعا دي الرحلات المباشره، ونحن الان منتظرين توقيع اتفاقيه عوده الرحلات الشارتر ما بين روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقه. طبعا متوقع خلال لقاء السيسي مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في اليوم هيتم طبعا مباحثات حول هذا الموضوع، وغدا في سوتشي هيتم تباحث حول الامر مع الرئيس فلاديمير بوتين، وان شاء الله تكون الاوضاع كويسه ويتم عوده الرحلات بعد طبعا انتهاء المباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين. بشكرك شكرا جزيلا مؤمن مختار، الصحفي المتخصص بالشأن الروسي في اليوم السابع، ويا رب ان شاء الله الزيارة دي تجيب نتائج مبشرة لمصر، وده ان شاء الله بإذن الله اللي هيحصل.